عاشق للفيك. مبروك على الشباب كلكم. الحمد لله اليوم عملنا ريكسون لازم تتعمل له. الحمد لله ان شاء الله جاي خير. حمزه بعد تعرف بعد ما خبيوش عليك بعد البونت اللي مكيته وحماس لقطه الناس كل تحكي عليها تو في الكونس. شكون حبيت تعمل المساج بالضبط؟ ايه عملت لقطه يمكن لقطه هذه الناس الكل باش يهولوها بنسيو تعرف اي حاجه من حبه يولي يقولوها طب. اللقطه هذه انا حياتي كم نقبل في النقد حياتي كم نلعب في الكوره. فما برشا نقد ومع على عين وراسي جمهور المنتخب وانا ولد المنتخب وولد تونس نقبل في النقد عادي. لكن فما حقيقه هذه من التعديه اللي فات ونديري انا نلعبش في الناسيونال ديري نلعب في موزمبيق ولا نلعب في بلاد اخرى. يعني كي توصل بيوصلوا يعني يشكوا في يجدوا في الاعراض يجدوا في امي وبابو. يعني كان وريك مساجات تو الدوخ وكاني ما مانيش تبع تونس. ضغط صحيح انا منقص حد العكس واللي حس منها يعرف روح. اما زميت لافي انا نقصد المنتخب ولا نقصد جمهور المنتخب على عيني وراسي. وهذاك هو اللي يدس وهذاك هو اللي يطلع وهذاك هو اللي يهبط.